أعلنت شركة روتانا ساينز حصولها على أكبر عقود الإعلانات الخارجية في العالم، معلنة بذلك أنها الشركة السعودية الرائدة عن بداية عهد جديد من الابتكار والتميز والتحول الرقمي. للمزيد مع زميل فيصل الملحم. وقعت أمانة منطقة الرياض ممثلة بشركة ريمات الرياض للتنمية مجموعة من أكبر العقود الاستثمارية على مستوى العالم في مجال الإعلانات الخارجية بعوائد تتجاوز 16 مليار ريال لمدينة الرياض. واستكمالاً للمسيرة، تمر الرياض اليوم بمنعطفات تاريخية يتشكل من خلالها مستقبل أكثر ازدهاراً بطموحات تعانق السماء. ومن جانبه أبرمت شركة روتانا للخدمات الإعلانية القابضة اتفاقية تحالف مع شركة سعودي ساينز لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلانات الخارجية في المملكة بإطلاق شركة روتانا ساينز، وأعلن التحالف عن فوزه بحقوق رخصتي إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات الدعاية على واجهات المباني في المحاور المميزة بمدينة الرياض، والتي تتضمن 12 شاشة داخل المدينة على مدى 10 أعوام. بالبداية نبارك لكم ونهنيكم على هذه الشراكة وإطلاق روتانا ساينز. إذا ممكن تعطينا تعليق عن هذه الشراكة واليوم التوقيع اللي حصل. بكل سرور، روتانا ساينز هي أحد شركات اللي دخلنا فيها فعلا زي ما أمانة ما بتقول لتغيير وجهة الرياض. احنا أخذنا الحمد لله امتياز الإعلان على أبراج الرياض، كنت تشوف برج المملكة أكبر برج في العالم، أكبر شاشة في العالم. إن شاء الله حتشوفوا روتانا ساينز وعملائها على كافة الأبراج وعلى رأسهم هذا البرج، فهذا انطلاقة قوية لشركة جديدة ولدت عملاقة، وإن شاء الله سوف تستمر في النمو بإذن الله. أحد شركات مجموعة روتانا الكبيرة. إيش عدد الأبراج المتوقع في عندك؟ 12 واجهة، ممكن 6 أبراج، ممكن 10، ممكن 12 برج، عندك 12 واجهة. أولها وأهمها طبعاً برج المملكة، حيكون في أكبر شاشة على مو مستوى المنطقة، على مستوى العالم، أكبر شاشة في العالم. هذه إن شاء الله هي من ضمن شاشاتنا، ولذلك إن شاء الله نحن جداً فخورين بهذا الفوز، وبإذن الله سوف يكون في يعني مشاركة منا بتغيير واجهة الرياض لتصبح حسب ما جميعنا نرقو إليه، عاصمة المملكة الحبيبة. إن شاء الله بتتطور وحتكون بالمكان اللي يليق بها كعاصمة هذا البلد. اليوم روتانا تواكب الرؤية وبالإعلاناتها وبطريقة مبتكرة جديدة، إذا ممكن تعطينا تعليق عن هذا التطور اللي جالس يحصل اليوم. والله شوف، إحنا يمكن كروتانا تلفزيون الأوديو الميوزك، طبعا اليوم التطور اللي حاصل والتوسع اللي حاصل من مشاريع عملاقة في المملكة موضوع الأوتدور، فنحن الحمد لله صار فينا وبين سعودي ساينز تحالف. مشاريع الموجودة عندنا واجهة روشن في جدة، القطار الحرمين، مطار الملك عبد العزيز، صالة الحجاج، بالإضافة إلى الإمارات عندنا المترو دبي. فاليوم يمكن هذه من المشاريع العملاقة. الحمد لله عندنا برضو في المنطقة الشرقية كمان نفس الشيء، كسبنا رخصتين إضافية لستة مباني، والقادم إن شاء الله يعني كبير، في بلان كبير وفي سبورت جامد من سمو الأمير وليد بخصوص دعمنا على موضوع الأوتدور. تم تاحت فرصة كبيرة جدا لنا بإذن الله لتغيير سوق الإعلانات الخارجية في المملكة العربية السعودية، والحمد لله بالتقنية المستخدمة وحجم الشاشات اللي أول مرة تطرح بهذا الحجم، وإن شاء الله بكلها بوزيشنينج في الماركت بشكل جميل جدا يليق بالرؤية بإذن الله. إيش التقنيات المستخدمة اليوم واللي تواكب الإعلانات الحديثة أو الابتكار الجديد يعني؟ لعل الفترة الماضية في الإعلانات الكثير يتنافس على أكثر دقة أو ريزولوشن أو أكبر حجماً، لكن طريقة العرض الجديدة يمكن ما أقدر أحرقها الآن لأنه إلى الآن ما أعلناها في السوق، لكن طريقة العرض بعدد وحجم الشاشات المتوزعة في مدينة الرياض بطريقة معينة، وآلية العرض بإذن الله سيكون لها صدى كبير في السوق.